بكم لمتابعة تفاصيل هذه المقابلة التي ستنطلق بعد لحظات. برشيد التي تدخل بالأسماء الآتية: رقم 22، رقم 2 محمد الدويك، 5 عبد الرحمن برك. داخل منطقة الجزاء صافرة من الحكم، هدفين، وكانت مباراة قوية أيضا من جانب التصويب. جيد هنا جواد غابرة أيضا على مستوى الإعداد، تصويبة قوية ويلتحق بأمل الرجاء الرياضي قبل أن يتم استقطابه لفريقه. والبحث للاستثمار من خلال التمرير ممتاز، اختراق لكن في اخر المطاف جانب فريق نهضة الزمام. نشوف هذه التصويبه الذي سيضغط بشكل كبير، راسيه ممتازه. نشوف هنا الطريقه رفعت بهذه الشاكله وبهذه الطريقه، التصويبه الراسيه اللي جات من التعادل السلبي لازال يخيم على الاجواء. ماذا حدث هنا؟ التعامل بشكل سريع مع هذه الكره، نعم متسلل وحده، هذه ظاهره بارزه في الوقت. تحضير جوهر غابرة، ينزل كورته، تحضير تصويب ولكن في اخر المطار. تنتانية تنافى داخل منطقه الجزاء، راسيه، تحضير ومن جديد متواصله من خليق نهضة الزمام، التحضير للتصويب ومسهلين الماموريه على مستوى قياده هذه المواجهه من الطاقم التحكيمي. شوفوا هنا معيش على الكره، تصويبه فوق المرمى. الكرات الاماميه بالشكل، بحث عن تصويبه في الشوط الاول على ضوء الاسلوب المعتمد من جانب الطرفين. امام مباراه قابله لان تقال، يبحث عن التصويب جواد، هي نفسه امام جوج لاعبين عاتلو. كره تنافى داخل منطقه الجزاء، راسيه، يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، بحث عن راسيه ممتازه وابو جاد في المكان. وهي اذا تصويبه وراس، كره في الزاويه تنافى داخل منطقه الجزاء، تحضير بالراس، خروج الخاطئ للحارس، فرصة من جديد، استثمار التصويبة ممتازة، تستمر داخل منطقة الجزاء. هنا تغيير النتيجة وارد، ونشوف خروج الحارس لكن بعد ذلك هشام التيك يعني، والتصويبة القوية وجدت بالعروسي، وجدت قدم بالعروسي اللي كان مكان الحارس. نعم صد هذه التصويب المباشر، كرة في التماس ينفذ بشكل مميز. أهلا بكم مشاهدي الكرام لمتابعة هذا، بكم مشاهدي الكرام إلى الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة. هنا محاولات من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد، تصويبة قوية والحارس في المكان المناسب. ياسين الحواصلي الذي حاول ما أمكن أن يصد العديد من الكرات، هنا تصويبة بالرأس كان بإمكان أن تقدم الجليد لكنها غادرت قريبة من القائمة الأيمن من خلال اللاعب ماديم العروسي. هذه عملية هجومية لعبت بهذه الطريقة، تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الميدان، لم تقدم المطلوب من جانب اللاعب ياسين البحيري. استمرت العمليات الهجومية بين الطرفين، ونشاهد هنا محاولة من جانب فريق يوسفية برشيد، التصويبة الأمامية والحارس في المكان المناسب، في ولتين اثنتين يتمكن من التصدي لهذه الكرة. هنا أيضا عملية هجومية من الجهة اليسرى، محاولة اختراق اللاعب الشيخي وسقوطه داخل منطقة الجزاء. الحكم يقول بعد معاينة شاشة الفار ضربة جزاء. شاهد الطريقة التي انبرى لها أسامة الشعيبي ويضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف أول في اللقاء، الدقيقة 84 ضد الكل. عاش الأعصاب إلى أن أتت محاولة هجومية من جانب العروسي مرة أخرى، الحارس في المكان المناسب بوجاد تمكن من إيقافها بشكل مميز. هذه أيضا رأسية مميزة، بوجاد في المكان المناسب يتمكن من إيقاف هذه العملية الهجومية وهذه الرأسية من جانب يوسف البكاري. ننضم إلى هذه العملية الهجومية، رأسية بالعروسي يتمكن من استثمار هذه الكرة ويضعها في الشباك معلنا عن هدف التعادل. حكم المساعد شهر الراية معلنا عن تسلل، احتاج الحكم العودة لتقنيه الفار، اقر بمشروعيه الهدف وانهى تفاصيل المواجهه بالنتيجه المعروفه، هدف داخل كل مرمى